عموما نحن مرتاحون بهذه الزيارة التي مرنا بها السيد رئيس الجمهورية حتى نقف في عين المكان على تقدم الوتيرة، تقدم الأشغال، لأن الأمر يتعلق بتدارك أوضاع كانت صعبة جد صعبة، وجعلت الولايات تكون في ممكن مؤخرة. أنا نريدها أن تكون في مع الولايات الرائدة نظرا لمؤهلاتها لموقعها الجغرافي، للآن العمليات التي تؤهلها للعب هذا الدور الاقتصادي، كونها قريبة من الحدود، ليس أكثر من 150 كيلومتر حدود تونسية، قريبة من الحدود ثاني كذلك على مستوى ولاية سوف، قريبة من مراكز الإنتاج الوافر، وكذلك ما تزخر به والتي ربما لم نعرف أنا ما في باطنها، قد نقد يعني نبرزه إن شاء الله، والخنشرة تكون رائدة كما كانت رائدة أثناء ثورة التحرير، تكون إن شاء الله في الاقتصاد هي ثاني كذلك من الأوائل. بارك الله فيك.